وما زال الكلام مستمر وما زالت القصه مستمر. نجم نادي الزمالك ومنتخبنا الوطني كابتن سامي الشني، مساء الفل كابتن سمير. مساء الفل يا كابتن، عامل ايه؟ كله تمام؟ سعيد بوجودك، منورنا ومشرفنا. نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر كابتن وليد صلاح الدين، مساء الفل. مساء الفل يا كابتن شوبير، منورنا. انت اللي منور ومتالق، وعجبني الانترو قوي، يعني سرد القصه كده بالراحه والتفاصيل حلوه قوي. ربنا لو حد يعني مش فاهم الموضوع، السرد جميل جدا ومنسق بشكل كويس بصراحه. فريق الاعداد عمله لك بشكل حلو. كتر خيرك، شكرا كابتن وليد. كابتن سامي، الزمالك خسران ولا كسبان؟ والله لغايه دلوقتي يا كابتن كسبان. لغايه دلوقتي كسبان، ان هو بتكلم على مجلس اداره بالذات، لان مجلس الاداره هو اللي خد القرار. قرار ان انت بتلعب على الظهير الجماهيري اللي واقف في ظهرك. فبالتالي الظهير الجماهيري ده في ظهرك لغايه. هل اللعب على الظهير الجماهيري دايما بيبقى صح؟ لا مش دايما. هو الظهير الجماهيري هو مش بيدير مؤسسه. ما ينفعش الظهير الجماهيري يدير مؤسسه، لكن بيأثر في بعض القرارات اللي هو شايفها من وجهه نظره ان هي سليمه. فبالتالي الظهير الجماهيري اللي شايفها ولا المجلس اللي شايفها؟ لا، شايف المجلس اللي شايف ان الظهير الجماهيري بالنسبه له هو مكسب. لان هو بالنسبه له النهارده انت بتدير عشان مين؟ بتدير عشان منظومه اسمها نادي الزمالك، وعايز يبقى في نجاح بالنسبه لنادي الزمالك. وبالتالي ده بينعكس على رضا الجماهير على ادائك. فالنهارده الجماهير كان بالنسبه لغايه التوقيت ده انت كسبان، كان في رد فعل. رد فعل لازم تكون قبل ما تعمله تبقى عامل تسلسل الاحداث بعد كده كويس. لكن ما جيش اعمل فعل واجي بعد كده انا مش عارف ايه التسلسل اللي بعده. النهارده بعد ما نزل الجدول الجديد ده ده صدر ازمه كبيره جدا. ايه هي؟ انك انت ان انا بقول لك مع احترامي، لا، كل اللي انت عملته ده وانا ما سالتش فيه خلاص. بالنسبه لي لا 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 تحكيم اتشال، لا راجل مسؤول عن التحكيم اتشال، ولا جدول اتعمل زي ما انت اتكلمت فيه صح ولا غلط، ولا انت شلت حد من اللي انت كنت عايز تشيله مسابقات. طب ايه اللي انت كسبته لغايه دلوقتي؟ ففي النهارده قرار الجدول لما نزل انا بقول لك هو ده اللي عندي. وريني بقى اللي عندك. على فكره مشكله الزمالك يا كابتن مش ما كانتش في الجداول بنسبه كبيره جدا. ايوه، مشكله الزمالك في الاول لما جه الماتش بتاع المصري وجات المشكله بتاعت التحكيم في المباراه دي، انا جيت قلت لك انا كان في مشكله في التحكيم. كان في مشكله في الهدف، هل هو هدف ولا لا؟ طب انت النهارده الراجل اللي قاعد على الفار هل كان ينفع يقول للراجل تعال شوفها ولا عيدها ولا لا؟ جيت انت تاني يوم رحت حاطه في دور الترقي. لا يعني بس كان الزمالك كان طلع البيان قبل ما هو الراجل يحط كابتن. لا، ما انت النهارده عشان تعمل القرار ده اللي عملته، عشان اللي عملته ده انت صدرت ازمه تانية. يعني انا بقول لك لا، اللي انت طلبته لا، الناس دي انا بدعمها وكلامك بالنسبه لي مش موجود. تمام، صح ولا غلط؟ فدي بس صدرت انت شايف ازمه. ان الزمالك كان كاسبا حتى الان لغايه ما انا بكلم حضرتك دلوقتي. بعد ما نزل الجدول ده هنشوف اللي هيحصل طيب. الفتره اللي جايه النادي الاهلي كسبان ولا خسران؟ لا، النادي الاهلي كسبان مليون في الميه، ملوش علاقه بالموضوع، وحضرتك سردت الكلام ده. النادي الاهلي كسبان مكسب كبير على كل المستويات. النادي الاهلي الدور الاول كان هو المرشح للفوز بالمباراه، ومع ذلك الزمالك كسب. والزمالك كسب وكسب مكسب كويس بعرض كويس. انا عايز السؤال بتاع سامي، يلا ينفع اخده؟ طبعا، ما والله كنت لسه هرجع لك بيه، بس اللي انت عشان انت هنا ممثل عن النادي الاهلي على الاقل جماهيريا، فلازم ابدا بيك بالنادي الاهلي ثم الاهلي بره. الاهلي كسبان كسبان زي ما حضرتك قلت، الثلاث نقاط والراحه، والراحه مهمه جدا لكل اعضاء الفريق، ويعني كسبان جدا. الزمالك كسبان مكسب خادع او خسران. يعني يا اما كسبان مكسب خادع هو مش حقيقي. هو الزمالك وقع في الفخ من وجهه نظري. الزمالك وقع في فخ كتير من السوشيال ميديا. الزمالك لازم يعرف ويتاكد ان الزمالك كبير. الزمالك قطب الكره المصريه الثاني، وانا مش عاجبني ابدا ابدا كل المناظرات اللي بتحصل بين الاهلاويه والزملكاويه. يا جماعه احنا مش في قصه مين اجمد. الاهلي والزمالك الكوره من غيرهم في مصر ما تنفعش. لازم يكون الزمالك ومسؤوليه وجماهيره وكل من ينتمي للزمالك متاكد من المقوله دي. الزمالك وقع في فخ فكره ان ممكن مين يكون بيحابل النادي الاهلي، مين ومين ومين ومين، فاحنا مش قادرين ناخد حقنا، فاحنا نعمل موقف يحسب قدام جماهيرنا. كل ده فخ. انت طبعا انت كبير وانت اكبر من كده بكتير. وتوقيت القرار من وجهة نظري خاطئ بنسبة 100%. انا ممكن كنت اكمل الموسم حتى بكل كل مشاكله ومشاكل. كابتن كل مشاكله على ال 18 نادي. مفيش نادي مش متضرر من التحكيم. مفيش نادي مش متضرر انه يلعب الساعة 4 الظهر في عز الحر. مفيش نادي مش متضرر
ان الجدول بتاعه مش احسن حاجه. كل الانديه متضرره. طيب كويس انت قلت كل الانديه. بس عايز اقول حته كده اتفضل عشان معايا ضيوف مهمين. حته حته صغيره. اه طبعا انا قلت لك المشكله في الزمالك ما كانتش الجدول على فكره. نعم. زي ما بنتكلم مشكله الجدول ما ينفعش حد مسؤول في الرابطه يقول لك الزمالك لو ما لعبش هينزل درجه رابعه. الزمالك ما ينزلش درجه رابعه كده خالص. لا اتقال يا كابتن كل ده فخ. اتقال يا كابتن. اتقال يا كابتن الزمالك لو ما لعبش الماتشات اللي جايه هينزل درجات ادنى. ما ينفعش اتقال. انا بحكم شغلي بتابع كل التصريحات. خلي بال حضرتك ارجع للكلام اللي اتقال من حد مسؤول. قول لي مين اعتذر عن هذا الكلام. يبقى قال اعتذر عن هذا الكلام فورا. لكنه انت هنا بتحاسب مين يا كابتن سامي؟ متاسف انا اسف يعني السيد احمد دياب رئيس الرابطه لما يطلع في اليوم التالي مباشره ويعتذر ويؤكد انه هذا الكلام يعني كان العميد سرت او لا سرت كان مخطئا ويؤكد احترامه النادي الزمالك فهو الراجل هنا ده هذا يجب صح ولا انا غلطان؟ ما هي بدايه شرارك كده. لا بدايه شرارك. لا بدايتك كده. ما كانش الجدول. انا بقول لحضرتك ما كانش الجدول كان التحكيم والكلام اللي اتقال. لا عشان ما كانش الجدول يا كابتن. ما هو من بدر انت عارفه كابتن سامي. من بدر انت عارف الجدول هيمشي ازاي. حبيبي ممكن اوريك البند الرابع في طلبات نادي الزمالك جدول الدوري العام. خليني بس فده كان موجود في الطلبات. خليني بس ارحب بضيوف اللي موجودين معانا لايفات كلهم. معايا الاستاذ ايمن الشريعي رئيس نادي انبي. مساء الفل عليك يا استاذ ايمن. معايا المهندس مصطفى الشامي رئيس نادي بلديه المحله. مساء الفل عليك يا باشمهندس. معايا الاستاذ رجب عبد القادر نائب رئيس النادي المصري. مساء الفل عليك يا استاذ رجب. مساء الخير على حضراتكم جميعا. وتحيات كابتن سامي الشيشيني كابتن وليد صلاح الدين لحضراتكم جميعا. كابتن ايمن الشريعي ابدا بحضرتك. شايف انه في ازمه ولا ما فيش ازمه؟ شايف ان احنا في طريقنا الحل؟ شايف انه ما حدث في صالح الكره المصريه ولا لا؟ برحب طبعا بضيوفك الاعزاء ومشاهدينك الكرام. اهلا وسهلا. لا هو في ازمه والازمه مش موجوده من دلوقتي. ممكن نعلي صوت شويه يا جماعه علشان نطلع منها كما تعلمنا في الاداره لازم نشوف مدخل الازمه جاي منين. ايوه عشان نعرف نطلع. ما احنا مش هينفع نطلع الا لما نشوف المخرج كان جاي ازاي. نعم. في أزمة يا كابتن شوبير؟ طبعا في أزمة. نعم. والأزمة مش وليدة اللحظة. الأزمة يعني زي ما بيقولوا مترامية الأطراف. طيب أستاذ أيمن عشان نكون عمليين ممكن حضرتك تقول لي نقاط 1 2 3؟ اتفضل قول لي حضرتك نقاط 1 2 3. أنا 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 من وجهة نظري أول حاجة لازم نبتدي بيها إن الهيكلية بتاعة رابطة الأندية التنفيذية لازم يحصل لها عملية إحلال علشان من خلالها نعمل لايحة إحنا فاهمينها ومغطية كل الجوانب. أستاذ أيمن مش أنتوا اللي بتنتخبوا مش أنتوا اللي بتنتخبوا رابطة الأندية؟ إحنا اللي بننتخب رابطة الأندية طبعًا. طبعًا. بس مش إحنا اللي بنعين التنفيذيين فيها. نعم. طيب. بس انا عايز اقول لحضرتك بس ده موضوع مهم جدا. والضيوف الاعزاء والزملاء يكونوا سامعيننا. احنا مشكلتنا دايما ان احنا بنحاسب على الغلط يا كابتن شوبير. نعم ماشي. احنا جالتنا اللائحه جات لنا صحيح. أيوة. أيوة. وافقنا عليها. تمام. وبما اننا ان احنا وافقنا عليها من غير ما نشوف تفاصيلها. اللائحه جات لك امتى يا استاذ ايمن؟ على الخطا ده جات لي يعني ممكن يكون اول ما الموسم ابتدى او قبل الموسم باسبوع يعني في الوقت المحدد ليها ما فيهاش مشكله. تمام. انما حتى الحكام بيحاسبوا على اخطاء. الناس الوحيدين اللي ما بيحاسبوش على الغلط. أيوة. المديرين اللي بينفذوا في اداره الرابطه شغل اللائحه. الادارات التنفيذيه من وجهه نظري النوادي بتحاسب الحكام بتاع طبعا. طيب استاذنك هروح للاستاذ رجب عبد القادر في النادي المصري وهرجع لحضرتك عشان برضو كمان هرجع لضيوفي وانتم مكملين معايا لاخر الحلقه. استاذ رجب مساء الخير. هل هناك ازمه ام لا وما هي سبل حل هذه الازمه؟ مساء الخير يا كابتن شومير. مساء الفل. هو المسابقه كلها ازمات يا كابتن شومير. يعني احنا من اسبوعين خرجنا وقلنا ان احنا اتظلمنا من الحكام ومنظومه التحكيم منظومة ما بتبشرش بالخير. وكان الرد ان هناك خبير اجنبي بيشرف على لجنة الحكام. نعم. اذا كان في خبير اجنبي والامور وصلت لكده فده امر محتاج مراجعة. لقينا اول حاجة من وجهة نظرك هي الحكام. كل الاندية متضررة من الحكام.
يبقى المنظومة التحكيمية محتاجة معادلة تانية خالص خالص غير ان احنا ندي مسكنات. تمام. تقنية الفار. لا ما خلاص بقى استاذ رجب ما عرفش حضرتك سامعني ولا لا. استاذ رجب ما الفار هو التحكيم يبقى منظومة التحكيم. اتنين. عدم انتظام جدول مباريات. نعم. الدوري. كل الناس زي ما الأستاذ أيمن بيقول متضررة من التخبط في المواعيد وكثرة التأجيلات. نعم. والنهاردة فريق ما لعب 10 ماتشات وفريق تاني لعب 12 والأمر كله تخبط. ده أمر طبعا مسيء. تمام. مفيش عدالة في مواعيد المباريات. أنا لاقي أكتر من فريق. نعم. وخصوصا الأندية الشعبية والجماهيرية. نعم. بتلعب الساعة 4 في عز الحر وأندية تانية كل مبارياتها. ماشي. الساعة 8 والساعة 7 وكلام. إحساس الأندية. نعم. وإحساس إدارات الأندية إن جهودها بتهدر وإن مفيش حيادية في إدارة المنظومة ده أمر ما بيبشرش بالخير. كويس. يبقى حضرتك بتركز على موضوع التحكيم وعلى موضوع عدم انتظام المسابقة وتوقيت لعب المباريات. مهندس مصطفى الشامي رئيس نادي البلدية، هل هناك أزمة أم لا؟ ولو في أزمة حلها هيكون إزاي؟ وهل البلدية أيضا تعرض لظلم تحكيمي أو ظلم تنظيمي؟ كابتن شوبير برحب بحضرتك وطبعا بالكابتن وليد والكابتن سامي ودايما متالق ومنور الدنيا كلها. ربنا يبارك فيك. بالنسبه كابتن للمسابقه، المسابقه احنا كلنا زعلانين من الوضع اللي موجود وفي ازمه وازمه جديده، واللي بيحصل دلوقتي هو نتيجه التراكمات اللي حصلت في السنه دي والسنين اللي فاتت من مشاكل كبيره جدا، والمنظر اللي موجود واللي ظهر مؤخرا فيما يخص مباراه الاهلي والزمالك والشكاوى الكثيره اللي بتتم على مدار الموسم، ده نتيجه احداث بتحصل وحاجات بتحصل مش حاجه ولدت اللحظه. فطبعا من ناحيه في ازمه ففي ازمه جديده، الخروج منها اعتقد انه الخروج محتاج الاول ان احنا نسمع مشاكل الانديه ويبقى في جلسات مع الانديه بنسمع مشاكلها وبعدها يتم وضع الحلول للمشاكل اللي موجوده. طيب خليني اروح لفاصل وارجع. مكمل معايا استاذ ايمن الشريعي. استاذ ايمن كمان عنده مشكله مع الاستاذ عامر حسين رئيس لجنه المسابقات وهي ممتده، وسمعنا من المهندس مصطفى الشامي وسمعنا من الاستاذ رجب عبد القادر، لكن عندي وكله مكمل معايا، لكن معايا كابتن سامي الشيني وكابتن وليد صلاح الدين، والحوار هام جدا لان احنا عايزين في النهايه نصل الى حلول. نطرح المشكله وقد نطرح لها بعضا من الحلول، لكن بعد الفصل. اهلا بحضراتكم من جديد اعزائي المشاهدين والمتابعين، برحب بضيوفي في الاستوديو كابتن وليد صلاح الدين، كابتن سامي الشيشيني، وايضا ضيوفي عبر اللايف الاستاذ ايمن الشريعي رئيس نادي انبي، المهندس مصطفى الشامي رئيس نادي بلديه المحله، والاستاذ رجب عبد القادر نائب رئيس النادي المصري. كابتن سامي بمنتهى الامانه، لو انه الزمالك في دائره الصراع على بطوله الدوري العام، هل كان بمثل هذه السهوله ممكن يضحي مش بثلاث نقاط لا بست نقاط بل وبمستقبله في بطوله الدوري هذا الموسم؟ لا بس انا قلت لحضرتك كابتن، هي المشكله كلها كانت في وقت معين، لكن في الدوري. نعم. ما حصل قبل كده كان في تاجيلات وبريرا. نعم. لعب. نعم. قال لك انا عايز اضغط بالاهلي بالمكسب. صح. العب مؤجلاتي كلها عشان. نعم. لما اكسب زي ما عمل بيراميدز. نعم. على فكره اللي حق يعترض بنسبه كبيره برضه بيراميدز. صح. بس بيراميدز ليه ما اعترضش؟ بيراميدز 16 فوز متتالي. طبعا هوقف الفوز ليه؟ طبعا اعطل نفسي ليه؟ ما النتيجه انا مش انا ما ببقاش فاهم. انت فاهم يعني انا بقصد ايه؟ لو انا نتائجي مش كويسه اوقف الفوز، اوقف النتائج السلبيه اسف، لكن لو انا بكسب مكسب وبحط ضغط ما هو ده اللي عمل فيريرا مع النادي الاهلي. وده اللي عمل برضه. لا ده اللي عمله بيراميدز. طبعا ان هو ما عطلش الدوري. لكن انا جيت قلت لك ما كانتش مشكله جدول يا كابتن شوبير. نعم. المشكله ان وقت قصير حصل ازمات تحكيميه في الزمالك، لو ما لعبش هتحصل مشكله في نزول جدول النهارده، ده صدر ازمه كبيره جدا في وقت قصير. انت شايف الجدول النهارده هو اللي عمل الازمه؟ ده هيزود. طيب. الازمه كابتن وليد، لو ان كل نادي تعرض للظلم قرر انه ما يستقبلش المسابقه، هل هنا هنوصل لمرحله من الانتظام بالبلدي كده عشان ما اقعدش اجمل من الفوضى؟ مليون في المية. يعني هو في الاخر العقد شريعة المتعاقدين. كويس. انت اتفقت ووافقت ومضيت على ان الجدول او الموسم هيمشي
بالكعبلة اللي هو فيها لازم تكمل على نفس الكلام. عجبني قوي كلام المهندس مصطفى الشامي بصراحة، يعني احترام غير عادي. هو واحد من أكثر المتضررين باللعب الساعة 4 بنادي جماهيري، بنقل الملعب، بجدول، بكل حاجة، ومع ذلك بصوا بيقولك ايه، بيقولك نقعد ال 18 نادي ونشوف ايه القرارات اللي لمصلحة الكرة المصرية ونعملها. انا شايف ان، طب انا عايز اسألك سؤال، ماذا لو اي نادي تاني غير الاهلي والزمالك اعترض بنفس الشكل اللي عمله الزمالك، كان ايه اللي هيحصل؟ هو ده يعني. طيب خلينا نروح استاذ رجب عبد القادر نائب رئيس النادي المصري. من الحاجات اللي اتقالت يا استاذ كلهم قطعوا. طيب معايا استاذ ايمن الشريعي. طيب استاذ ايمن الشريعي، طول الموسم عندك مشاكل مع الحاج عامر حسين ومعلنه وا 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 وا، يا ريت تجيبوا لنا الحاج الاستاذ رجب عبد القادر ضروري، لانه هاشرك النادي المصري في الموضوع، لان هناك ازمه ايضا ما بين انبي والنادي المصري، والسبب فيها طبعا القرار اللي اتخذ باشراك النادي المصري في دوري او بطوله الكونفدراليه. استاذ ايمن، ما سبب المشاكل بينك وبين الاستاذ عامر؟ وهل مشاكل بينك وبين الرابطه، ولا هي مشاكل شخصيه بينك وبين سيد عامر حسين؟ والى اين وصل الخلاف بينكم وبين الرابطه بخصوص المشاركه الافريقيه على حساب النادي المصري؟ لا كابتن شوبير، انا بس انا عايز انحي الخلافات التنافسيه. ما هو ده من خلافات الموسم كله يا استاذ. خلينا في الـ في الـ في الـ في الـ ما انا ما انا بس خلينا نتكلم في الحاجه الاهم. اتفضل. تاني برضو الارتباك اللي موجود دلوقتي، ارتباك ناتج عن قله خبره اداريه. وقلة الخبرة الإدارية دي أنتجت لايحة هي السبب في الارتباك ده كله. أنت مش موافق عليها يا أستاذ أيمن من البداية؟ المشكلة في بتاعة الجدول أستاذ أيمن. المشكلة أستاذ أيمن، حضرتك قلت إن أنت وافقت على هذه اللايحة. طب أكمل لك يا كابتن شوبير. طب يا كابتن شوبير، يا كابتن، لا يا كابتن شوبير، أستأذنك عشان أديك بس أوصل لك فكرتي للآخر. طيب. وما عنديش مشكلة خالص. طيب اتفضل. أنا بس علشان أنا اللايحة إحنا وافقنا عليها وصح خلاص. وإحنا غلطنا وتحملنا الغلط. تمام. انما احنا النهارده بنحل الموقف. عشان نحل الموقف لازم نحله حل جذري. انا عايز اسال حضرتك سؤال وضيوفك الاعزاء. اتفضل. العقوبه اللي نزلت للزمالك امبارح من رابطه الانديه، اول سطر فيها غرامه ماليه يحددها رابطه الانديه. مظبوط. انا عايز اسال حضرتك والحاج عامر وضيوفك الاعزاء، هي ايه الغرامه؟ انا عايز اديك مفاجاه كابتن شوبير. قولي. رابطه الانديه مش هتعرف توقع غرامه على نادي الزمالك. ليه؟ لان اللايحه بتاعه الحاج عامر بتقول ان الغرامه لازم تتحدد قبل بدايه الموسم. وهما ما حددوهاش. السطر ده محطوط بناء على ايه؟ هي دي المشكله. الارتباك جاي من هنا يا كابتن شوبير. انت هنا يبقى انت حضرتك بتقول لازم في ارتباك لائحي. نعم، لائحه غير واضحه وانتوا اخطأتوا بالموافقه عليها. طيب والارتباك اللائحي ده عامل طبعا، وبندفع ثمنه. المحله بتدفع ثمنه، المصري بيدفع ثمنه، ماشي، والاهلي والزمالك بيدفعوا ثمنه. طبعا بتبقى شهرتها كبيره مع الاهلي والزمالك بحكم الجماهيريه. امبي لو كانت عملت المشكله دي ما كانش حد سمع بيها، بل بالعكس ده كان ممكن يطالب مثلا باعدام رئيس نادي امبي. صح، احنا متفقين بالكلام ده. انما خلينا نتكلم، بدل حصلت المشكله تعال نقف بقى نحل الموضوع من جذوره. موضوع الجذور تتحل ازاي؟ نعرف نطور الدوري المصري، نخليه براندنج، نعرف نخلي الانديه. قول لي يا استاذ ايمن، قول لي، انا بحب الحلول. قول لي حضرتك، قول لي اقتراحاتك، قول لي حلولك، قول لي يا فندم 1 2 3. الحلول التسويقيه اللي موجوده لازم تتظبط بطريقه محترفه. لازم نشوف حلول خارج الصندوق. نطلعها، نخلي كل الانديه تعرف تنافس وتعرف تبقى منتميه لقصه الدوري. مفيش دوري في الدنيا يا استاذ ايمن. استاذ ايمن، مفيش دوري في الدنيا كل الانديه بتنافس يا فندم. لا انا مش قصدي المنافسه. على بطوله الدوري. ايوه المنافسه داخل الدوري. أيوة. هناك نوعين من المنافسه كابتن شوبير. اتفضل. في منافسه بطوله الدوري دي بتتلخص في 3 أو 4 فرق. ماشي. الباقي كله بينافس جوه الدوري. منافسه على المراكز. اوكي تمام. واللي بيصارع الهبوط تحت. ماشي. طبعا طبعا طبعا. فاحنا النهارده علشان نظبط الاداء ده لازم يتعمل لائحه
تحدد كل واحد اهدافه ايه ودوره ايه. احنا مش عارفين. لا معلش برضه يا استاذ ايمن, انا في كلام ما اقدرش افوته. كل واحد يعني ايه؟ مين كل واحد؟ كل نادي ولا اتفضل ولا كل اداره ولا كل ايه؟ لا يعني انا انا نادي امبي. أيوة. انا نادي امبي تلقيت خطاب من لجنه المسابقات. أيوة. يوم 4/4 انت هتلعب مع النادي الاهلي بطل الدوري. يوم 8/4 انا ما شفتهاش في دوري دي. ما شفتهاش ومش هشوفها. ان انت تتلقى بعد 3 ايام هتلعب مع النادي الاهلي بطل الدوري. طيب هستاذن حضرتك. ده كلام واضح باوراق بمستندات. طيب ماشي هرجع لك تاني. بعد ما كنت بعد ما تاجل لي الجوله ال 16 ماشي. طلعت بالمؤجلات. طيب خلينا نروح للاستاذ رجب عبد القادر. استاذ رجب, شايف انه استمرارك في اللعب في برج العرب طوال الوقت هل هو ازمه بالنسبه لك؟ نمره 2 عشان اكمل السؤال, انت ما بقاش عندك ملعب في بورسعيد, رحت السويس لعبت ماتشين ثم طلبت العوده الى برج العرب, مش عارف تلعب في الاسماعيليه, شايف انه ده برضو من المشاكل اللي انت بتواجه فيها ومن المشاكل اللي بتواجهها المسابقه يا فندم؟ يعني احد ابرز المشاكل اللي بنواجهها ملعب برج العرب. نعم. وكان لزاما على النادي المصري انه يلعب في برج العرب او لا. نعم. طلبنا وتعاقدنا مع استاذ هيئه قناه السويس. نعم. وبادعاء الدواعي الامنيه اللي ما لهاش وجود النهارده قال ان ملعب هيئه قناه السويس, لا على الرغم ان كان في موافقه من الفريق اسامه ربيع مشكورا, وملعب رائع كل الترتيبات كانت جاهزه, واحنا طلبنا اكتر من ملعب, وملعب رائع وملعب دولي وملعب عالمي ومحتاج انه يتسوق, وكان في تعاقد فعلا تام. وجدنا ان النادي المصري كانه ما ينفعش يلعب غير في برج العرب, وده في اجحاف شديد جدا بالنادي المصري. جماهير النادي المصري ولاعبي وجهاز فن النادي المصري انه يقتصر لعبنا على برج العرب. استاذ رجب خليني اسالك سؤال مهم. شايف انه الزمالك على حق في هذه المشكله ولا لا؟ مش عاوز اقول مين على حق, لكن ماشي. المنظومه كلها مهرتله يا كابتن شوبير. اي حد يتضرر هيبقى على حق, لان مفيش حاجه مظبوطه, مفيش ارتياحيه. وبرجع تاني برضو لموضوع اللائحه, من يضع اللائحه؟ اللائحه النهارده المعمول بها من خلال اتحاد الكوره او رابطه الانديه هي اشبه بعقود اذعان بتيجي للانديه لائحه, وعلى الانديه ان هي توافق عليها. بتوافق عليها ليه حضرتك؟ ليه بتوافق عليها؟ مين بيشارك في اعداد اللائحه؟ ليه بتوافق عليها؟ ما انا بقول لحضرتك زي عقود الاذعان بالظبط. جالك لائحه والمسابقه الاسبوع الجاي, وادي اللائحه واشتغل على كده. واليات طيب. التنفيذ مش مريحه. طيب خلينا يعني اليات التنفيذ ماشي. اوكي خلينا نروح للمهندس مصطفى الشامي رئيس نادي بلديه المحله. الخروج من ملعب بلديه المحله الى ملعب السويس الى اي مدى اثر عليكم؟ هل الخطا عندك انت كنادي كمجلس اداره بلديه المحله؟ هل الخطا او الحق عند نادي غزل المحله انه بيستعد للدوري الممتاز, ولا عند عن المسؤولين عن الكره المصريه؟ بص حضرتك يا كابتن شوبير, انا بس معلش قبل نقطه الملعب. فضل. الفكره بتاعه ان احنا النهارده ايه الحلول؟ الحلول ان احنا لازم نقعد النهارده. الجدول اللي جه اللي اتبعت للانديه مكتوب فيه بند بيقول ان احنا قبل نهايه شهر يوليو هيتم اجتماع الانديه. طب احنا نعم. طب احنا يا جماعه طب طب والمشكله اللي احنا فيها دلوقتي؟ طب نعم. المشاكل المتراكمه من بدايه الدوري وما اتحلتش. طب المذكرات والشكاوى اللي اتقدمت بيها الانديه واللي لغايه النهارده ما تمش الرد على الانديه, والله اعلم هل 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 تبحثوا الشكاوى دي والمشاكل الموجوده ولا لا؟ لكن انا متاكد انه ما فيش رد عند الانديه على الشكاوى. اين انتم كرابطه؟ انتوا فين كانديه يا باشمهندس مصطفى؟ انت يعني حضرتك بتشتكي, استاذ ايمن الشريعي بيشتكي, استاذ رجب عبد القادر بيشتكي, وكتير من الانديه بيشتكوا, لكن لما بتيجي بتقعدوا بتقولوا الله عليه تسلم رجليه. لا احنا ما عدناش اصلا. لا انتوا كانديه, انا بتكلم كانديه. لا احنا ما عدناش اصلا عشان نقول ما قلناش حاجه. نعم. انا بقول لحضرتك احنا كانديه ما قعدناش اصلا. ما تقعدوا. ما قعدناش مع بعض لسه مع الرابطه. ما تقعدوا انتوا اللي بتنتخبوا الرابطه يا باشمهندس مصطفى. ما تقعدوا. هو ده اللي احنا بندعو
ما طبعا 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 احنا منتخب، ولكن انا بقول لحضرتك ان احنا اصلا يعني ده دعوه ان احنا نقعد وبطلب من الرابطه ومن دلوقتي ومن الانديه كلها وفي اتصالات بقالنا الايام في الايام اللي فاتت ان احنا يتم في وقت قريب جدا اجتماع مع الرابطه بيننا وبين بعض كلنا. لان انا يعني انا رحت حركه وكان معايا استاذ ايمن الشريعي، رحت الجمعيه العموميه، بقالي جمعيتين عموميتين بروح لاتحاد الكوره والجمعيه العموميه ما بتكتملش، وببقى نفسي ان احنا نقعد نتكلم. فدي مشاكل طبعا مشاكل موجوده حلها زي ما بقول لحضرتك ان احنا طيب ان انت تقعدوا تتكلموا بصراحه وبوضوح. شايف ان الزمالك على حق في ازمته الاخيره ولا لا؟ الموقف بتاع الزمالك الاخير هو بس طلع على الشاشه الكبيره كم المشاكل والتراكمات اللي موجوده. طيب موقف الزمالك انا هم اضرب كواليسه لانه مش كل الكواليس اعلنت عنه، لكن المشاكل كبيره جدا هي اللي ادت للمشهد اللي موجود دلوقتي. طيب خليني ارجع تاني للكابتن سامي الشيشيني واسالك كابتن سامي، هل من حل يعني شايف انت فرقه الكوره في وسط هذه الاجواء هل تقدر تأدي بشكل كويس؟ هل تقدر تنجح بشكل كويس؟ عندك ماتش كاس بصرف النظر بقى بروكسي مش بروكسي، عندك سوبر افريقيا لو ده تأجل لسبتمبر او لاكتوبر، لكنه في كل الاحوال موجود. هل الراجل المدرب هيعرف يشتغل في الاجواء دي؟ هل سنترك الجماهير السوشياليه الميدياويه هي التي تدير؟ بص يا كابتن، ده سؤال مهم خلي بالك جدا. ما هو النهارده احنا قلنا الموضوع كان هيبدا يهدى، كان ممكن ياخد شكل تاني خلال يومين اللي جايين، لكن نزول الجدول النهارده وبالشكل ده يعني انا بقول متوقع ايه في جدول الدوري يا كابتن سامي؟ لا ما انا مش كان انا متوقع إيه؟ انا بقول لك اللي هو كان بيطالب بيه الزمالك ولا يقدر ان انا النهارده في ان انا بلعب الدور الثاني دلوقتي وفي فرق زي فيوتشر او الجيش او البيراميدز ما لعبتش الدور الاول وانت بتلعب الزمالك. كابتن سامي انا شفت النائب احمد دياب هنا مع سيف زاهر قال الكلام ان انا مش هغير حاجه، انا هنزل لك المؤجلات لكن انا مش هغير. انا بقول لحضرتك عشان كده كان واضح، عشان كده انا قلت لك قلت لحضرتك هو كان في مشكله كبيره جدا ان كان في ضغوط كبيره جدا من الجماهير ان انت بعد الكلام اللي اتقال ورد الفعل اللي اتعمل مع الزمالك من خلال التحكيم من خلال الكلام اللي قلت حضرتك قبل كده المؤجلات، طب انت مفيش ولا حاجه اتنفذت من دول. انا لغايه دلوقتي قلت لك ايه، الزمالك لغايه النهارده هو في ظهير جماهيري، لغايه النهارده الزمالك كان كسبان، لكن بعد الجدول ده لازم يحصل قرارات، القرارات دي بقى اللي هتصدر مشكله الفتره اللي جايه. كابتن شوبير السوشيال ميديا هي اللي بتدير يا كابتن وليد؟ مليون في المية، مليون في المية بنسبة كبيرة جدا جدا السوشيال ميديا واخدانا، وكمان انا اتمنى واخدانا كلنا 99% 99% من القطاع الرياضة السوشيال ميديا متحكمة فيه ومتحكمة فيه غلط. انا اتمنى كمان من كل البرامج الرياضية سواء في القنوات المصرية او غير المصرية هدوءا ونهدى ونعلي قيمة الزمالك ونعلي قيمة الاهلي، احنا بطل دوري ابطال افريقيا الاهلي، بطل الكونفدرالية الزمالك، السوبر الافريقي هيبقى بين اكبر ناديين في افريقيا، منتخبنا الوطني عنده 3-4 محترفين، بقية الفريق كله هو افراز من الدوري المصري ده اللي احنا ليدنج على مجموعتنا ومن اول المنتخبات ان شاء الله اللي وصل افريقيا بجهاز فني وطني. يعني انا شايف نقطة ومن اول السطر نهدى ونكمل الدوري ده ونقعد على الترابيزه اللي بيقوله الاستاذ ايمن الشريعي، اللي بيقوله الاستاذ رجب عبد القادر، اللي بيقوله الاستاذ مصطفى الشامي، مع بقيه ال 15 رئيس نادي نقعد على الترابيزه، واي حاجه مش عاجباك قول لا، قول لا، قول لا انا مش موافق على ده. حلو. ويتحط حاجات تبقى ملزمه. العب الكاس بدون الدوليين غصب عن الاهلي والزمالك، الاهلي والزمالك يروحوا اغلب الملاعب ان لم يكن لو حاجه امنيه خلاص، لكن يروحوا اغلب الملاعب. انا اروح لاعب بيراميدز بيروح يلعب الداخليه في الداخليه، الاهلي والزمالك ما بيروحوش ليه؟ مثلا ويلعبوا الظهر زي ما الريال وزي ما برشلونه بيلعبوا الظهر، ويبقى المسابقه اكثر حياديه، اكثر حياديه على قد ما تقدر تعمل مسابقه، لان انت عندك كمان من المناسبات اللي صعبه جدا جدا لو يعني انت عايز ساحر عشان يعملها. طيب انت عندك ايفنتات كتير، عندك توقفات كتير. خلينا نروح استاذ ايمن الشريعي، سؤالي الاولاني، هل حضرتك شايف ان الزمالك كان على حق في هذه الازمه؟ السؤال الثاني، شكل الدوري الموسم اللي جاي، والسؤال ده ليكم انتوا الثلاثه، هل توافق على دوري من دور واحد؟ هل توافق على دوري مجموعتين ولا توافق على دوري مضغوط؟ استاذ ايمن اتفضل. ابتدي بالسؤال الاولاني ولا الثاني؟ اللي حضرتك عايزه.
طيب بالنسبه لشكل الدوري احنا مش مختلفين في شكل الدوري، احنا مختلفين مين اللي مين الاداره اللي هتشغل الشغلانه دي. سيبك من اسم الاداره استاذ ايمن، معلش انا مبسوط بالجدال معاك. اي شكل انا مش بتاع مقاطعه كتير. اي ما تقوليش اي شكل. الله يخليك عشان ما نخشش في الازمات دي. انا هدي لك بدل حضراتكم انتوا ثلاثه، انتوا ثلاثه ثلاث اختيارات قدامك. دوري نفس الدوري ده ومضغوط، قدامك دوري مجموعتين، قدامك دوري السوبر بتلعب دوري من دور واحد، ثم الثمان فرق بنقاطهم بيلعبوا على البطل والعشرة بيلعبوا على الهبوط. اتفضل يا لا انا الدوري اللي احنا شغالين بيه واداره تيجي تظبطه وتظبط بجداوله وبتظبط قصه المؤجلات. لان هي المشكله في المؤجلات. صح. المشكله مش في نوعيه الدوري. مية مية. المشكله مية في المؤجلات. مية مية. فتيجي اداره محترفه. أيوه. تعرف تظبط وتعرف تاخد قراراتها علشان تظبط لنا الدوري. انما انت لو هتعمل دوري باي طريقه والمؤجلات هي هنخش نفس المشكله. طيب ده فيما يخص المسابقه. طيب فيما يخص الزمالك. ايوه فيما يخص الزمالك انا شايف ان في الحالة العبثية اللي احنا عايشينها بيبقى كل واحد بياخد حقه بالفكرة اللي هو مكونها في دماغه، فاحنا مش هنعرف ناخد كل المعطيات اللي عند الزمالك. انما اللي احنا نأكد عليه ان حالة الارتباك والعبثية اللي موجودة دي تخلي كل التقييمات غلط. فهتلاقي الحلول مش منضبطة، وهتلاقي القرارات بيبقى فيها تغيرات، بس مش تغيرات علشان القرارات غلط، علشان الحاله العبثيه اللي احنا كويس. يبقى عايشين. انت حضرتك الاداره السيئه اللي موجوده ما قدرتش. وانا بكرر تاني يا كابتن شوبير، اتفضل انا بكرر تاني يا كابتن شوبير، والله ما في حل غير في لائحه مظبوطه منضبطه فيها كل الجوانب عشان نطلع من الازمه. طيب اساس المشكله اللي احنا فيها لوائح. من لائحه تمام، ناس عملتها خبراتهم قليله وما عرفوش يشتغلوا عليها. تمام. اروح للاستاذ رجب عبد القادر. استاذ رجب نفس السؤال، انتوا الثلاثه هربتوا من سؤال الزمالك على حق ام مش على حق وجاوبتوا اجابات ماشي خلاص هقبلها، لكن هنا بسالك في شكل الدوري العام، دوري مضغوط بنفس النظام اللي احنا شايفينه، دوري مجموعتين ام دوري السوبر 8 فرق يلعبوا على البطولة 10 فرق يلعبوا على البقاء؟ يا كابتن شوبير الامور محتاجة حوار، لابد من ادارة حوار جيد ماشي. بين الاندية وبين العاملين في مجال الكرة عشان نوصل لشكل معين. ده واحد. الحاجة التانية، احنا النهاردة بنحط لوائح وبنحط ضوابط، لكن اليات تنفيذها ايه؟ بنحط جداول ونبص نلاقي في تخبط بعد كده في الجداول. نعم. عاوزين ادارة متخصصة يبقى في ضوابط لإدارة العملية. يعني ادارة بمعنى يا استاذ رجب معلش، انا عندي لجنة، عندي الرابطة وعندي ادارة لجنة المسابقات، هي دي الادارة بتاعت الكورة. ما هي دي الإدارة، لكن احنا مش حاسين بالحيادية في هذا الكلام. آليات التنفيذ يا كابتن شوبير مش حاسين بها في حيادية، الناس مش أمنة على الأوضاع اللي موجودة في إدارة الكرة في مصر. طيب. يعني مين اللي قال الجدول لما بينزل ما فيش حد بيعرض في الجدول؟ ابص الاقي أندية زي ما لا ما حدش يقدر يعرض في الجدول. يا استاذ رجب الجدول ده كمبيوتر جداً. معلش بس عشان نضع نقطه يعني نظام. انا الاقي يا كابتن شوبير، طب اديني فرصه، اديني فرصه اتكلم يا كابتن شوبير. يعني انا الاقي انديه معينه ما بتلعبش في الساعه 4 العصر و80% توقيت المباريات ومحدش يتكلم التوقيت. انا معاك اضم صوتي ليك 1000%. توقيت المباريات، توقيت المباريات اضم صوتي ليك 100%. طبعا غير امينه على كل الانديه يا كابتن شوبير. التوقيتات دي ماشي. امر مهم جدا، لابد ان تشعر الانديه بان في امان في توزيع التوقيتات. اوافقك بنسبه مليون الميه. المؤجلات الكتير اللي بيدور من انديه. طيب خليني اروح لاليات التنفيذ. طب بس قول لي استاذ رجب معلش قول لي، تفضل الدوري ده بس يكون مضغوط، فضل. دوري مجموعتين ولا دوري سوبر 8 و10؟ لا، الدوري الحالي مع مزيد من الضوابط اللي معمول بيها. جميل. وانضباط في المواعيد، اعتقد ان هو ده اللي بيناسب ممتاز. طيب. الكره المصريه. نروح المهندس مصطفى الشامي، نفس السؤال لحضرتك، اتفضل. بص يا كابتن شوبير، انا
بالنسبه لوجهه نظري في مشكله في موقف نادي الزمالك، انا طالما المشاكل ما اتحلتش وما تمش الرد عليها على مدار الشكاوى اللي فاتت دي كلها، فكان لازم يبقى فيه موقف. فانا مؤيد الموقف بعيدا عن الكواليس اللي حصلت او التفاصيل او العواقب اللي بعده، ولكن ما ده طبيعي لما يبقى ما فيش رد مره واثنين وثلاثه في مشاكل، وطبيعي يبقى فيه موقف كبير. بالنسبه لشكل الدوري، انا وجهه نظري انا انه دوري مضغوط، واحنا ما عملناش ايه اي حاجه، ما احنا مضغوطين، واحنا مش مضغوطين بقالنا سنوات، ما احنا مضغوطين اصلا. يعني احنا اصلا اوريدي ما بنلعب كل الثلاث ايام، هنضغط اكتر من كده هيبقى فين؟ فصعب جدا. بالنسبه وجهه نظري في الجدول اللي هو من دور واحد، ما هو اللي هو مجموعه واحده اللي هو اتطبق في دوري المحترفين السنه اللي فاتت، انا شايفه انه في عوار ومشاكل كبيره جدا جدا جدا. لانه يعني اللي حصل السنه اللي فاتت في دوري المحترفين، حصل منافسه في المقاعد اللي فوق، وبعد كده بقيت الدوري كله بقى صعب، وبقى ولا في كوره ولا في مصاريف، ولا عاد بقى ينفع نقوله عليه صناعه، ولا كوره صناعه، ولا رياضه صناعه، ولا الكلام ده. الكلام ده ما كانش موجود خالص. هل فكره سواء فكرة الدوري من مجموعتين يتعمل لموسم واحد، او لو عندهم تصور تاني يقولوه، بس في الاخر هنرجع لنفس النقطة ان احنا لازم نقعد ونتكلم علشان تبقى الامور واضحة. لكن النهاردة الجواب اللي اتبعت في المؤجلات وفي جدول الدوري ونهاية الموسم، انا اعتقد ان هو هيزود المشكلة، مش هيقلل. ده سؤال القادم على فكرة، ده سؤال القادم، رأيكم ايه في الجدول اللي من الحاجات. بشكرك. خليني اسأل كابتن وليد وكابتن سامي، دوري مجموعتين، دوري مضغوط، دوري سوبر. لا بتفق مع الثلاثة. دوري مضغوط بالشكل الحالي، لان مجموعتين او دوري السوبر فيه يعني عوار كبير جدا. الدوري اللي احنا فيه ده دوري مظبوط، ولكن بمعايير محددة. يعني رقم واحد، ما تقوليش اجل لان عندي لعيب في المنتخب الاولمبي او عندي لعيب في منتخب الشباب او عندي اي حاجة. رقم اتنين، ان اللائحة تتحط تمشي على الكبير والصغير، اذا كان 72 ساعة قبل المباراة المحلية، اسبوع قبل مباراة افريقيا. رقم تلاتة، اوعى حد يطلب تأجيل طالما انت عايز تخش في خمس وست بطولات. انا عامل لك 35 لعيب وعندك 30 لعيب من 2003، انت قوام الفريق 65 لعيب، ما تقوليش بقى وما تتحججش انا مش قادر العب. لا، مشي اللعيبه كلها ولاعب اللعيبه كلها، المهم ان يكون ليها رولز معينه. جميل. تنطبق على الجميع. كابتن، بص يا كابتن، انا مش هزود حاجه على وليد، لان هو قال كل اللي احنا عايزين نقوله، لكن احنا رجعنا برضو اللي احنا بنقوله. الجدول بتاع الماتشات لازم متحدد، الفرق ما اقدرش العب فرق في الدور الثاني ولسه ما لعبتش الاولاني. نعم. دي اللي عامله مشكله، ان في بعض كنت لسه بتكلم مع وليد قبل الهوا، هيلعب اربع ماتشات في 10 ايام. نعم. ده فين ده في الكوره؟ يعني ده فين في الكوره العب اربع ماتشات في 10 ايام؟ اول حاجه، لا مدرب هيعرف يعمل احماله، ولا لعيبه هتستحمل لو انت حبيت تثبت تشكيل. فانت عندك كوارث في المساحات حتى فترات الاعداد. انت بتكلم مع وليد، ان وليد عايش القصه انه ماسك زد لو حضرتك عارف. النهارده كل ما بتدي فترات راحه كبيره، يبدا المدرب يعمل فتره اعداد جديده. تيجي حامل حساب انه يلعب ماتش، تروح ماجل له ماتش. فجاه عامل فتره اعداد مغير فيها السيستم بتاعه، فجاه تلاقي الاصابات كترت. فدي من الحاجات اللي هو عايشها نفسه كمدرب. نعم. ان لازم يبقى في انتظام في الجدول. نعم. لازم تبقى محدد ان انت لو في مؤجلات، اكيد في مؤجلات. نعم. لان في فرق بتلعب في الدنيا. ده طبيعي. لكن تبدا ايه قبل ايه؟ نعم. ابدا مين قبل مين؟ ما تجيبليش بقى من فوق وتحط تحت وتجيب من لا تحت. لا بالعكس، ده مش الصح. هو الرابطه، ما هو كلام برضو النائب احمد دياب، انه مشي ال11 ال12 ال13 هي دي المشكلة. ماشي، ما انت لعبت بقى من الدور التاني، الدور التاني قبل الدور الاولاني. طيب، ما دي المشكلة. هي دي المشكلة اللي بتكلم فيها. طيب، كنت عايز اقول حاجة. ملف مهم في نص جداً. دقيقة بالظبط، في نص دقيقة لو سمحتوا. ركزوا في ملف الحكام، اللي يعترض على اي حكم ايا كان، حتى لو رئيس نادي. لازم يعاقب. انا عندنا كارثة في التحكيم. ان ال 18 نادي لما ما بيلاقيش اي حاجه بيعلق شماعه الحكام. طب لو ال 18 نادي متضررين. نعم. يبقى كده احنا واصلين لكارثه. يعني طيب، ملف الحكام بس. حلو. اذا الجزء الاخير من الحوار مع استاذ ايمن الشريعه رئيس نادي انبي، مهندس مصطفى الشامي رئيس نادي بلديه المحله، الاستاذ رجب عبد القادر نائب رئيس النادي المصري، كابتن سامي الشيشيني، كابتن وليد صلاح الدين، جدول الدوري الجديد، الحكام، كيف تتم حماية الحكام، وأيضا كيف تتم حماية الأندية. أهلا بحضراتكم من جديد، وحجري بسرعة لأن احنا في ختام الحلقة، وارجع تاني لضيوف الكرام، وابدأ بأستاذ أيمن الشريعي وموضوع الحكام. وأنا آسف جدا، هستأذنكم في سرعة الإجابة لضيق الوقت. الحكام
الأندية متهمة اتهام رئيسي أنكم أفسدتم منظومة التحكيم في مصر بكثرة الاعتراضات وتعليق كل شماعات الخسائر على الحكام. أستاذ أيمن اتفضل. من أفسد منظومة الكرة في مصر هي إدارة تنظيم البطولة. أنا قلت الحكام، خلي بال حضرتك بس عشان أكون كلامي أنا قلت التحكيم، ما بتكلمش على منظومة الكرة أو لا خسائر. لا أنا عارف. اتفضل. يا فندم أنا فاهم. أنا فاهم. أنا فاهم يا فندم. أنا فاهم يا فندم. البطولة من أفسدها القائم على عمل إدارة البطولة. ومش عايزين نغير كلامنا، أنا كلامي أنا بتكلم كأيمن الشريعي. ماشي. ماشي. طبعا الحكام فيهم أخطاء. نعم. ودي أخطاء بشرية. نعم. نقدر نتحملها. إنما الأخطاء اللي بيقع فيها الإداريين في إدارة المسابقة دي مش أخطاء بشرية. نعم. ده تعتبر أخطاء متعمدة. نعم. أنا مش شايفها غير كده. أنت اعترضت كم كلام مرة؟ واضح ومش هيتغير. ماشي أوكي. ولكم اعترضت ولكم كم مرة أستاذ أيمن اعترضت كم مرة على منظومة التحكيم؟ اعترضت مرتين بس فقط لا غير في موسم ونص. ايوه شايف ان ده بالنسبه لك. كانوا بيانات. كنت بتطالب ايه في البيانات؟ طالب ايه في البيانات؟ اعترضت. اعترضنا. بتطالب ايه في البيانات؟ اول مره لقينا ان جت عقوبه علينا لحوار ما حصلش مع الحكم. نعم. فاعترضنا وطلبنا. نعم. من اداره المسابقات انها تفتح تحقيق. نعم. وكالعاده. نعم. حدش رد علينا. ماشي واحد. فده ده اعتراض واضح وصريح. دي قصه الكابتن محمد اسماعيل مع الحاج عامر حسين. والاعتراض الثاني. نعم. مع حكم. وفي. نعم. نفس الحكم. نعم. الراجل المحترم الاستاذ كابتن نادر قمر الدوله. أيوة. كان السنه اللي قبل اللي فاتت في فيوتشر لما الكوره جت خبطت فيه وده حاجه ده ماتش الكاس القانون. ده ماتش الكاس ما تخصش موقف فني. بس هم. نعم. دول اللي اعترضنا عليهم. طيب خليني اروح لاستاذ وتاني يا كابتن شبير. نعم. اتفضل. القصه النوادي ما بتفسدش القصه بكده. نعم. النوادي عندها مشكله حقيقيه. نعم. في من يدير المسابقه. طيب خليني اسالك الامور دي. طيب. واضحه وصريحه. هتجاوبني بنص كلمه. الجدول الجديد بعد ما تم اعلانه انت راضي عنه ام لا؟ الموضوع بايظ من الاول فلازم نكمله للاخر. طيب ماشي اشكرك شكرا جزيلا. استاذ رجب نفس الاسئله نفس السؤالين. بتفوزوا التحكيم فل الفل وعالي العال ومبسوطين والمصري وفي مركز متقدم. بتخسروا الحكم هو السبب. والازمه الاخيره اللي موجوده هي اعتراض كبير من نادي الزمالك على انه ضربه الجزاء اللي سددها زيزو دخلت المرمى والحكم ما حسبهاش وكان طرفها النادي المصري. نمره 2 راضي عن الجدول بعد اعلانه ام لا؟ يا 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 كابتن شوبير. نعم. ان يحتج الانديه كلها على منظومه التحكيم في مصر فمش الانديه اللي غلطانه. فاكيد في خلل كبير جدا في المنظومه التحكيميه. لما يطلع الخبراء يحللوا مباراه ويتكلموا على ان الحكام اخطاوا والفار اخطا وكل الكلام ده والناس تجمع وحضرتك اعتقد انك في الفيلد وشايف الكلام ده كله يبقى مش النادي اللي بيعترض من فراغ. دي حاجه. الحاجة التانية الجدول علينا ان احنا نرتضي باي حاجة تنتهي من الموسم ولابد ان تكون لائحة وحوار كيف تدار المسابقة زي ما. طيب. الاستاذ ايمن بيقول العملية محتاجة اعادة هيكلة من جديد اوي. انت تطالب بتغيير المنظومة التحكيمية يا استاذ رجب؟ نعم اكيد. ام لا؟ اكيد. استاذ ايمن تطالب بتغيير المنظومه التحكيميه؟ حضرتك بتكلمني ولا؟ ايوه استاذ ايمن تطالب بتغيير المنظومه التحكيميه استاذ ايمن؟ لا لا. تمام. أوكي. المشكله في اللي بيشغل المشكله مش في المنظومه. ماشي اوكي. نروح لمصطفى الشامي. مصطفى الشامي تطالب بتغيير المنظومة التحكيمية. الأندية بتعلق فشلها وخسائرها على شماعة التحكيم. راضي بالجدول بعد ما تم إعلانه وإرساله لكافة الأندية؟
بص حضرتك يا كابتن شوبير، مع احترامي للاتهام بتاع ان الانديه بتعلق فشلها على منظومه التحكيم، نعم. لا هو ده مش حقيقي، لانه مش حقيقي بدليل ان حضرتك، وامتى نقدر ان هو نجزم ان هو مش حقيقي او هو حقيقي؟ لو احنا حققنا في الوقائع اللي الانديه بتشتكي منها وبتظهر، لان ما ينفعش حضرتك واحد يشيل لاعب مثلا يرميه في ال18 ما تتحسبش ضربه جزاء ونقول ان ده فشل، شماعه فشل انديه. ما ينفعش ان الكره تعدي خط المرمى وما تتحسبش ونقول ان دي شماعه فشل انديه. لا، في وقائع وفي مشاكل موجوده، ولو احنا ما اعترفناش ان في مشاكل موجوده يبقى احنا مش ما عندناش استعداد ان احنا نحل. دي مشكله كبيره جدا، وان النهارده قبل ما ان احنا نقول انه الانديه، انه رؤساء الانديه والانديه لازم تتعاقب من كثره الاعتراضات على التحكيم، وانت حضرتك كنت عاقبت الحكام وحققت معاها لما غلطت في حق الانديه وضياع التعب الانديه ومجهود الانديه واللعيبه ما تمش، فانت حضرتك بتطالب ايه وانت ما عملتش ايه؟ فابسط الحقوق هو ان يبقى في مساواه يعني، انه لكن احنا اول ناس بنطلع نقول انه على الحاجات الكويسه اللي بتتم انها كويسه وان احنا لازم دي مكتسبات ولازم نبني عليها، ولكن ما ينفعش لما اجي اعترض تقول لي حضرتك انت بتعلق فشلك. طيب تطالب بتغيير المنظومه يا باشمهندس مصطفى؟ انا عارف ان عندي اخفاقات وعارف ان عندي بطالب قبل تغيير منظومة التحكيم، بطالب بالتحقيق مع منظومة التحكيم قبل إقالتها أو طيب تغييرها. كويس. نمرة 2، راضي عن الجدول بالنسبة لجدول المباريات اللي تم اخترنا بيه؟ بالنسبة لجدول الاختيارات، لجدول المباريات اللي تم اختارنا بيه النهارده، انا عندي فيه مشكلة كبيرة. انا في حاجة يعني، انا اخترنا ملعب السويس وتم الموافقة عليه من رابطة الاندية المحترفة واتحاد الكورة، وانه الامن اخترنا بيه. فوجئت بيه النهارده ان انا جاي نازل لي فيه ماتش الاسماعيلي بس على استاد برج العرب، انا مش عارف ايه السبب، مع اني هلعب نادي الزمالك، مباراه نادي الزمالك على استاد السويس، وحتى ما حدش كلمني ولا اخطرني قبلها. فوجئت بيه زيه زي ما نزل على المواقع كلها واتبعت للانديه في نفس التوقيت، فده كان بالنسبه لي حاجه غريبه جدا. نمره 2، زي ما قلت حضرتك، انه فكره ان احنا لسه هنجتمع قبل نهايه شهر 7، يعني قدامنا لسه 4 اسابيع او 3 اسابيع، وده كتير جدا جدا في ظل الازمات والمشاكل اللي موجوده دي. طيب كابتن سامي، نفس السؤالين لحضرتك وكابتن وليد. الأندية بتعلق فشلها على منظومة التحكيم وجدول الدوري العام. بص يا كابتن، عشان يبقى عندك، وده اللي قاله الاستاذ احمد دياب، قالك ان 15 نادي اعترضوا على التحكيم. مظبوط. معنى ان 15 نادي اعترضوا عندك ازمه، عندك مشكله. هل انا عندي في المصريين ناس ما تقدرش تدير منظومه التحكيم؟ عندي كتير، عندي كوادر وعندي ناس تقال جدا. ليه ما احط حد من دول؟ ليه انا بدفع دولارات؟ وليه انا عندي مشاكل كتير بقالنا فتره؟ كان مطلب شعبي يا كابتن ودولي واقليمي، ودي المشكله بقى. عايزين خبير اجنبي، جبنا الخبير اجنبي مرتين، مش عايزين اديك حضرتك قلت مرتين. طب ما اجيب المصري، انا عندي ازمه. يعني انت تطالب بتغيير المنظومه ولكن باداره مصريه. باداره مصريه. جدول الدوري، جدول الدوري، ما احنا، انا بص الزمالك، خلينا نتكلم بصراحه، الزمالك بعيد عن المنافسه، صح ولا غلط؟ انا راجل معلوماتي ان الزمالك في طريقه للمشاركه في بطوله الدوري. ما انا قلت لك، انا قلت لك في قرارات، هم بقى خدوا قرار قبل كده، في قرار يطلع، هم بقى ده اللي هيبقى، ده بقى اللي هيعمل مشكله كبيره، يا اما المجلس يا اما للدوري. كابتن وليد، وانت بالصدفه مدير للكره في نادي زد، انا وجهه نظري في التحكيم ممكن تغير رئيس لجنه الحكام، ده شيء ما فيهوش ادنى مشكله، لكن تشتغل على تطوير التحكيم. كويس. تطوير الحكام ده الاهم. انا شايف من وجهه نظري حكامنا سواء كبار او صغيرين، والله محترمين جدا، وامكانياتهم عاليه جدا، وناس على خلق، وما فيش اي تعمد من وجهه نظري الشخصيه واللي بشوفه في الملعب، ما فيش اي شبه التعمد ان حكم يخسر نادي. ماشي. ولو جبت بالهيستوري كله، ماشي، هتلاقي نفس الحكم مع النادي ده كسب معاه كتير. صحيح. فوجهه نظري نطور الحكام. ده الصح، مع تغيير الهيد، يديهم مستحقاتهم، مع تغيير الهيد بتاع اللجنة. الهيد مش هو يعني، من ماشي. وجهه نظري هو في الاخر هو اللي موجود مش بيطور. طيب. من وجهه نظري ماشي. طيب. احنا محتاجين تطوير الحكام نفسهم. جدول الدوري، جدول الدوري بتفق مع الاستاذ ايمن الشريعي 100%. احنا ابتدينا حاجه غلط، نكملها وخلاص. خلاص. انا في انديه كتير جدا متضرره، يعني مثلا انا في زد هلاعب الزمالك 8-8، هلاعب الاهلي 11-8، هلاعب المصري 14-8، هلاعب سيراميكا 18-8 في 10 ايام، اربع مباريات. لكن الاستاذ ايمن قال حاجه صح. احنا ابتدينا كده، نكمل طالما احنا كلنا ارتضينا بكده، ونبتدي السنه الجايه على سؤال لضيوف الخمسه، والاجابه بكلمه واحده: المرشح الاول للفوز ببطوله الدوري العام الاهلي بيراميدز. استاذ ايمن الشريعي، برايك من هو المرشح الاول للفوز ببطوله الدوري العام؟
يعني اعتقد بيراميدز. بيراميدز. استاذ رجب عبد القادر. اعتقد الاهلي يا كابتن شوبير. استاذ مصطفى الشامي. لو الامور مشيت فير الاهلي هيكسب. بشكرك شكرا جزيلا استاذ ايمن الشريعي، بشكرك شكرا جزيلا استاذ رجب عبد القادر، بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ مصطفى الشامي. كابتن سامي نورتني وشرفتني. شكرا كابتن. حلقه من اسعد الحلقات واجمل الحلقات بالنسبه لي. كابتن وليد كالعاده مع الكابتن سامي بتعملوا لنا حاله جميله جدا، بشكرك شكرا جزيلا بجد يعني نورتوني وشرفتوني. ربنا يخليك كابتن شوبير، وانا كمان بشكرك وبشكر فريق الاعداد. عجباني الفكره قوي قوي، اتمنى ان حضرتك تكمل عليها. فكره ان انت اكنك بتعمل اجتماع مع 18 رئيس نادي، فكره حلوه قوي وبره الصندوق. اتمنى كمان ان رؤساء الانديه تحضر نفسها للاسئله وتحضر نفسها لايجاد حلول. والاستاذ مصطفى الشامي قال نقطه مهمه جدا، طالما مش هتعمل اجتماع قريب يبقى الاجتماع من خلال الكابتن شوبير. وفي النهايه لا تلومن الا نفسك. بشكركم شكرا جزيلا. نعم، شكرت الاستاذ ايمن الشريعي، وشكرت الاستاذ رجب عبد القادر، وشكرت الاستاذ مصطفى الشامي، واشكرهم مره ثانيه وثالثه، لكن بشكر فريق العمل الحقيقه مجهود كبير جدا. بشكركم اعزائي المشاهدين والمتابعين، شكرا لكم، سلام عليكم.